السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، احفظوا ناموسكم عندما يضيع الإنسان ناموسه ما له قيمة. فإذا كان ينزل على الأنبياء ناموس الأكبر، سيدنا جبريل عليه السلام، هذا أمر مهم. فشرف الإنسان بمقدار ناموسه، عندما يضيع ناموسه ما له قدر. شرف الإنسان بناموسه دنيا وأخرى. أسول يا سيدي ملل يا سلطان الأنبياء، ناموس الأكبر جاي على الأنبياء عليهم السلام. ناموس الأكبر حليم يمثل ناموس الملكوت، كان ينزل على أنبياء عليهم السلام. ما شاء الله حي الله ناموس الأكبر ينزل، لا، ناموس الأكبر يمثله سيدنا جبريل، وكان يجيب ويقدم للأنبياء عليهم السلام. أكبر شرف للإنسان ناموس، ناموسه إذا ضاع ناموسه ما له قدر ولا قيمة. اليوم نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله سيدنا محمد. ذاك الناموس الأكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الناموس الأكبر. سبحان الله، أعظم ما أوتي ناموسا بين الأنبياء إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زده عزا بشرف ونورا وسرورا رضوانا السلطان، ناموس الأكبر من السماء إلى أنبياء عليهم السلام اللي مختصين بحمل الناموس. فشرف الإنسان بناموسه. أيها العلماء، فسروا لبني آدم ما هو ناموس، من أين جاي ما ناموس، من أي شيء ناموس. وظيفة العلماء
and يشرح ما هو ناموس هل ينزل الأنبياء ناموس الأكبر من السماء ويوضع ناموس الأكبر لأهل الأمانات مش حي الله لا ناموس الأكبر عند سيد الأولين والآخرين يوضع ذاك الناموس الأكبر الذي هو يعطي أكبر شرف أعظم شرف لبن آدم ناموسه إنما دع ناموسه ما له قدر سبحان الله كل الأنبياء عليهم السلام جاءوا ووصوا لأممهم لأمتهم احفظوا ناموسكم لأن شرفكم بمحافظة ناموسكم إذا ضاعوا ناموس ما له قدر خلاص سبحان الله أول درس اللي واجب على العلماء أن يعلم الناس ما هو ناموس ناموس الذي أعطى إنسان أعظم شرف قدره بمقدار محافظة الناموس هل عنده ناموس هو أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى هل ما لهم قدر أيها الناس فتشوا عن أهل ناموس لا تفتش على أسامي الناس واشتهروا بعناوين لا قدر له نحن نسأل عن شرف الإنسان بمقدار الناموس إذا ما عنده ناموس الضاء ناموس ما له كل قدر لا في الدنيا ولا في الآخرة بل إذا يا أهل مصر بصائرهم فتشوا عن أهل ناموس تنجيكم تنجيكم وإلا بكثرة الأصوات ما يكون إنسان ذو شرف لا شرف الإنسان بمقدار محافظة ناموسه شوفي عنده الناموس الذي أوتي وشرف به ابن آدم ناموس فتش عن أهل ناموس تنجي هنا وهناك تتشرف يا بني آدم كل الأنبياء حاملين ناموس الأكبر من السماء أكبر ناموس
hamil Seyyidil Evvelin ve Ahirin Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve namusu caibin imbillah bi vasıfı Cibril aleyhisselam ve uzhu şeref bir miktar namusu. Ekber namus ben de Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Fahfazu zâkel vâhid elli andu azamul namus tencuh dünyan ve uhra ve illa mâlekum mahlas mahlas la fid dünya ve la fid ahire bel tekunun erazilun nas. Kur'an-ı Kerim yübeyin kulli şey. Hu ve raziluna. Kur'an-ı Kerim. Eli akvam ve sabika endem ayeti rusuluhum ve yukaddimu namusulü sema endehum nas كان يقولون هم أرازلنا هم أرازلنا كيف نمنع نطيعهم إن أهل الناموس هم أرازل هل ينكر الناموس ناموس الملكوت خذوا نصيبكم أيها الناس بالأخص مؤمنون نصيبكم من ناموس الملكوت هذا قدركم هنا وهناك إذا أعطيتم ما لكم لا شرف هنا وهناك لا تظنون أن كثرة الأصوات يعطي ناس شرف لا شرف الإنسان بناموسه والناموس بالناموس الأكبر من السماء ينزل على الناس مختصين مخصوصين بحمل الناموس سائرهم أرازل الناس يا أهل مصر وسائر الناس دلوالكم أعطوا فهمكم أن تفهموا ينزل على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من صاحب من رب العرش العظيم ينزل خذوا نصيبكم من الناموس تنجو وتتشرفوا بالدنيا في الآخرة وإلا ما لكم مخلص لا هنا ولا هنا استغفر الله لي ولكم أيها المؤمنون آمنوا بالله فبرسوله ما أنزل مع رسوله عليه الصلاة والسلام تنجو اجتهدوا وتعلموا الله يا ربي توبة يا ربي توبة استغفر الله من أكبر خائن هل يضيع أمانته أمانة الله هل ناموس أمانة من السماء الله. هل يضيع شرفه في الدنيا في الآخرة ما لهم قيمة قدر
توبة يا ربي استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا الله العظيم أتوب إليه توبة يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي وصلنا من أهل الناموس يعلمنا الناموس بفضلك ومنك يا رب العالمين بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين شرفا لبني آدم صاحب الناموس المطلق سيد الأولين الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة ليس هذا من كادر الأفكار مش حاصل الأفكار هذا لكن هذا نازل من السماء حق فاحفظوا ناموسكم تنجون بهنا وإلا تهلك الناس استغفر الله استغفر الله استغفر الله توبة يا رب فاتحة مزلزل مزلزل يا رب أمان يا رب أمان يا رب هذا الخطاب مش من عن مطالعة الكتب بل وارد من واردات الملكوت حق فاتحة ذروة الإنسانية حق الكلام يشير كيف بده يكون واصل للذروة الله أكبر الله أكبر الناموس الأكبر ولذا يقال لسيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل للأنبياء ناموس الأكبر هذا مش ليس من تفكير أكبر درس للإنسانية من عبد عاجز اللي لا يعرف شيء الله عفو الله فاتحة يا عفو فاتحة